السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الثامن بتاعنا التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني بطريقة سهلة جدا، وهي replace each 3 digits binary by its octal digit، يعني نحول كل 3 أرقام binary لرقم ثماني. ما احنا عرفنا إن الرقم الثماني بيتمثل في 3 خانات binary، وبالتالي 3 خانات binary بيبقى ليها قيمة رقم digit في النظام الثماني. طيب ناخد مثال. مثلا انا عندي رقم باينري، زي مثلا خد اي رقم من دول، مثلا ده 100، ده باينري هيساوي كام في الثماني؟ هيساوي 1. اوكي تمام. ناخد اخر رقم 111 باينري، هيساوي كام في الثماني؟ هيساوي 7. تمام كده احنا فهمنا، احنا التلات خانات في النظام الثنائي بنحولهم لخانة في النظام الثماني. طيب تعالى ناخد نجمع شوية أرقام مع بعض كده، نقول مثلا الآتي، نكتبهم. أوكي 0 1 0 1 0 1 1 1 0. انا حابب ان انا اكتبهم ان هم 3 3 3 افضل عشان اعرف اشوفهم، لكن لو حطيتهم كلهم على بعض كده مش هعرف اشوف الارقام بتاعتي. تمام كده. طيب ادي ده 3 خانات في النظام الثنائي، كل رقم 3 خانات في النظام الثنائي. احنا اتفقنا ان النظام الثماني اللي هو الثمانية عبارة عن 3 خانات فقط بتمثل رقم، يعني كل 3 خانات بتمثل ايه؟ رقم واحد فقط. فالتلات خانات دول هيمثلوا رقم، التلات خانات دول هيمثلوا رقم، التلات خانات دول هيمثلوا رقم. ما ينفعش اخد 4 خانات، هما 3 بس، وكل 3 خانات احط الرقم اللي يمثلهم في النظام الثماني. طيب ده بيمثل ايه في رقم في النظام الثماني؟ اللي هو 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2. أنا لو مش حافظ مثلا أشيل الصفر، يبقى 2 أس 2 بـ4 و2 6، يبقى ده في النظام الثماني هو عبارة عن 6. تمام ده كده اسمه 6. طيب اللي بعده 5، اللي بعده 2، يبقى ده 2 5 6 في النظام الإيه؟ الثماني. 2 5 6. طيب حط بقى أي أرقام مع بعض. مثلا جمع من هنا الأرقام اللي أنت عايزها. عايز تاخد مثلا 3 مع 2، مثلا say 0 1 1 0 0 1 1 1 1. أوكي طبعا المفروض إن أنا أحط قوس وأكتب إن ده نظام ثنائي. أوكي أعمل كده، ثنائي. النظام ده ثنائي بيساوي كام في الثماني؟ بكل بساطة ناخد 3 خانات بتوعنا، ادي 3 وادي 3 وادي 3، كل رقم نحط اللي بيمثله. ده 7 في النظام الثماني، ده 1، ده 3، يبقى الرقم ده هو 3 1 7 في النظام الثماني، وهكذا. طريقة سهلة جدا في حساب الأرقام من binary to octal. تمام، وهو ده. إن شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي، وهنتكلم فيه عن النظام 16 بيتكون من إيه وإزاي نحوله للنظام العشري. أوكي ونشوف أمثلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.